اسمه، انا اقول لك هاي الاراضي هي صالحه للزراعه بها بها آبار، بها مياه امطار. نعم بها مياه امطار، واصلا هي تتضايق تقول انه هذه الاراضي والمناطق السكنيه القريبه من عندها تقول احنا سنويا المياه والسيول اللي تجينا من ايران نتيجه الامطار تغرق بيوتنا، ما تم استغلالها من عندكم ولا من وزاره الموارد المائيه ولا هيئتها للزراعه. انا فقط دعني على المهندسين الزراعيين المتفرغين، نعم عندنا الاف حقيقه هاي الشارع سويتوا لهم مشروع؟ ظلمت هاي المشروع. لا لا سويتوا لهم مشروع؟ لا اكو قانون 24 لحد الان ما مصوتين عليه بالبرلمان. القانون هذا مهم جدا، الاف البيطريين والزراعيين راح يشتغلون به، ليش؟ كل واحد راح ياخذ له 50 دونم بالمناطق الروائيه وبده 100 ياخذ 150 ويعطى قرض وتنحسب الى تقاعد. هذا قانون مهم حتى الساعه لم يصوت عليه، هذا القانون راح يحل 150 الف فرصه عمل للمهندسين والاطباء والاعداديات وغيرها، ولكن حتى الساعه حقيقه انت تعرف اليوم اي شيء مو قانون، احنا كوزاره وزاره تنفيذيه اذا ما يشرع القانون لا يمكن نعمل به. لان هذا محسوب به اموال، ويعني عندما يقر هذا القانون تحسب الى اموال، الاموال تروح للماليه تتوفر تندعم القطاعات. نعم اكو مشكله كبيره، اكو مشكله نعاني بها، المساحات بين ايران موجوده شاسعه، لكن هاي يراد لها نظام روائي، يعني مو سهل، وهذا النظام الروائي يراد مبالغ. اليوم تروح لوزاره الموارد المائيه يقول لك اموال ما عندنا، ما نقدر احنا نسوي الانابيب. انا اقصد على اليوم يا دكتور حميد، لو اقصد على دوله عراقيه صار لكم 17 سنه تشتغلون. العراق مر بحروب، كلها حروب. يعني أي هاي المناطق الجنوبيه ما كانت بها حروب من 17 سنه. لا هو كل الحروب بالمناطق، لا الحروب ما كانت إيران المناطق سنوات. الجنوبيه دكتور حميد، دكتور حميد انا حكيت على 80، لو حكيت صار 17 سنه من سقوط صدام لليوم، انتهى ذاك النظام، نظام دكتاتوري وما يقبل واحد يناقشه. هاي عندكم اراضي زراعيه ممتده على طول العراق من جنوب بغداد الى ان توصل للبصره، هاي الاراضي صالحه للزراعه، مياه موجوده فيها، ما شفنا وضع امني مستقر فيها جدا، ما شفنا اي استصلاح بها. من السبب اي مياه موجوده في هذه الاماكن؟ بس قول لي منين يجي المي؟ هو هسه اكو مناطق العزيزيه اللي هي على مساحه هاي الاماكن ما عندهم مي، على حسب الخطه الزراعيه يزرعون. احنا عندنا خطط زراعيه هسه نقدر نقدم 22 مليون. دكتور حميد استاذ سنويا هاي المناطق تقول غرقنا من السيول. غرقنا هاي فيضانات، بس قلت الفلاح يريد مي مستمر. استغليتوا هاي المياه؟ عندكم مياه جوفيه بها لو ما عندكم؟ وزاره الموارد استغلت المياه، سنتين صار ان احنا اليوم بدنا نعيش. لا لا هاي المياه وهاي الاراضي ما استغليتوها؟ ما عندكم بها مياه جوفيه؟ مو عندكم ابار بها؟ ليش ما حد يستغلها؟ انا سؤالي هذا، لماذا لم تستغل؟ دول اخرى استغلت الصحراء وبنت مزارع. هاي خطه استراتيجيه، احنا نظام الوزاره تغير اليوم، بحث ارشادي خدمي، يعني ما يتدخل بقضايا المساحات الموارد المائيه. الموارد المائيه لا اذا بس مجرد وزاره بحثيه وخدم واستشاريه، على شنو مسويها وزاره؟ لا بالعكس، ليش اسميها وزاره سياديه؟ اسمح لي دائره صغيره اخليها بالموارد المائيه. هذا النظام من افضل النظام بالعالم، لكن بالعراق ما يتلائم. ليش؟ ما زال الفلاح يعتقد انه وزاره الزراعه كل شيء تتحمل، القطاع الخاص شريك مهم في صناعه اي دولة. هو انت مو موفر للقطاع الخاص اي شيء. مو هي هاي الانظمه، هذا القطاع الخاص كل اللي موفر له انه استيراد زراعي عشوائي وغير ممنهج. ما زال العراق بيئه طارده للاستثمار، شو وقت ما يصير بيئه جاذبه كل هاي الامور تستثمر، لان اليوم اي مستثمر اليوم راس المال جبان يريد يخلي فلوسه في مكان.